حياكم الله مشاهدي الكرام، برحب بحضراتكم. وحديثنا الآن رح يكون عن جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. هذه الجمعية تأسست ما بين 2008 و 2009، وهي تعنى بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومدها بالكوادر الفنية أو بالأفكار. من ضمن هذه الأفكار هي إقامة مؤتمرات عربية ودولية. غدا صباحا إن شاء الله رح ينعقد المؤتمر الذي يتحدث عن أو يناقش قضية معالجة المياه بشكل عام. فبيسعدنا في هذا الصباح أن نرحب بالمهندس فتحي الجغبير، نائب رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك، يعطيكم العافية. عافية عمرك. يعني شوف، الأردن مقبل الآن على عقد المنتدى الاقتصادي. صحيح. احنا بنعرف أهمية انعقاد هذا المنتدى وإلى أي مدى نجح الأردن باستضافته وباستقطاب العديد من الاستثمارات. هلأ احنا بنحكي عن صناعات صغيرة ومتوسطة في الأردن، يمكن تعتبر بتشكل 65% من الصناعات. لا، أكثر من 95%. أكثر من 95. نعم. وهذه نسبة كبيرة جدا. صح. هلأ لما أنشأتوا هذه الجمعية أكيد كان بذهنكم أنه هذه الصناعات يجب أن تدعم بشكل أو بآخر. صحيح. هيك بدي أعطي السادة المشاهدين فكرة عن جمعيتكم بشكل عام، بعدين عن النشاطات، ثم عن المؤتمر اللي راح ينعقد غدا. نعم. نعم، أشكرك، صباح الخير. بالحقيقة جمعيتنا، يعني الجمعية تعنى بالصناعة الصغيرة والمتوسطة. هلأ بكل العالم الصناعة الصغيرة والمتوسطة هي بتشكل النسبة الأكبر من الصناعة في العالم، حتى في الدول المتقدمة، يعني زي أمريكا باعتقادي حوالي أكثر من 70% من الصناعة الصغيرة والمتوسطة. بالأردن أكثر من 95% صناعة صغيرة والمتوسطة. فالفكرة اجت للصناعيين اللي يعني بيمثلوا هذا القطاع وشكلنا هاي الجمعية، وكان اهدافنا كثيرة وما زالت، وان شاء الله يعني قطعنا شوط لا بأس فيه. كان اول بجوز الاهداف انه احنا كصناعة صغيرة متوسطة نكون ممثلين في عند اصحاب القرار، يعني في غرف الصناعة وامام الحكومة، وحققنا هذا الهدف. وعندنا من الجمعية الصناعة صغيرة متوسطة الان 3 أعضاء بما فيهم انا، اعضاء في غرف صناعة عمان. وحضرتك عضو في غرفة صناعة عمان أيضا. صحيح. واثنين، الترابط، ربط الصناعات ببعضها. يعني أنا بقول لك قبل الجمعية كنا في أحيانا نستورد بعض المواد الأولية لصناعاتنا من الخارج، لأنه ما بنعرف أنه في الأردن في هاي الصناعة، ورغم أن احنا صناعيين. هذا الربط أصبح صار كثير من الصناعيين يشتري من الصناعة الأخرى، كملوا بعض. فكان في فكرة التكامل، فكرة أيضا زي ما حكينا فكرة تمثيلنا أمام القطاع العام. النقطة اللي كانت أيضا مهمة في من أهداف الجمعية هو التركيز على الصناعة الأردنية. وجمعية الصناعة الصغيرة والمتوسطة باعتقادي من أوائل الجمعيات اللي ركزت على هذا الموضوع، وعملنا في معارض كثيرة على بالصناعة الأردنية، يعني صناعة بالأردن، المنتج الأردني، عرفنا فيه الجمهور الأردني الكريم. ومثل ما حضرتك بتعرفي أنه الصناعة الأردنية تقدمت آخر 10-15 سنة تقدم كثير ملموس وواضح، لدرجة أنه الأردن الآن بتصدر لحوالي 130 دولة بالعالم من صناعتنا الأردنية. موقع الأردن مهم، الأيدي العاملة في الأردن متدربة متقدمة، يعني جيدة كثير. المناخ العام في الأردن، دولة مؤسسات، التفهم بشكل عام الصحيح. وهذيك اليوم هيك حكوا لي ناس ملاحظة في ضمن هذا البرنامج، ضمن برنامج يوم جديد، إنه قضية التقاضي في الأردن، عشان هيك الاستثمار أنجح في الأردن، لأنه دغري للمستثمر يسأل والتقاضي، موضوع التقاضي في الأردن عندكم كيف؟ قالوا يعني سهل، وصاحب الحق ياخذ حقه بسرعه بغض النظر مين هو. صحيح. مزبوط. صحيح. فبالتالي هذا دولة مؤسسات. هذا شيء يعني يشجع للاستثمار، ويشجع لانه انت عم تتحدث عن شيء منظم وشيء مسهل، لانه المستثمر بده يريح راسه، بده يستثمر، وبالتالي هو بدهوش وبده يكون استثماره امن. فالحمد لله. يعني هاي قضيه كثير مهمه في هذا الموضوع. يعني المستثمر لو ايا كان جنسيته، نعم، باخذ حقوقه كامله. صحيح. ما في زي بعض الدول احيانا التوغل من بعض المتنفذين. لا، وفي نمطية كمان في أخذ الحقوق، والنمطية في التقاضي، يعني صحيح. الحمد لله تجاوزناها في الأردن في قضية، أنا هاي ذكر لها أحد ضيوفي، بأنه قضية التقاضي في المجالات الاستثمارية سريعة ومنصفة وعادلة. طيب،
احنا كنا نتحدث على الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن وأهميتها، قديش تنعكس كمان طبعا على البلد. نعم. وتشكل أكثر من، يعني شوف الصناعة المتوسطة بتشكل أكثر، بتشغل أكثر من 70% من العمالة في الأردن. يعني هلا العمالة بشكل عام في الأردن حوالي 250 ألف عامل أردني يعمل في الصناعة الأردنية، هذا رقم العفو كبير. الصناعة المتوسطة بتشكل أكثر من 70% من هذا العمالة، يعني حوالي 200 ألف عامل بيشتغلوا في الصناعة المتوسطة. طبعا احنا لما نقول صناعة صغيرة متوسطة لا نعني الأمانة، لا نعني الحرفية، لا نعني المتناهية بالصغر. يعني لغاية 250 عامل يعتبر صناعة صغيرة متوسطة. لهذا السبب هي بتشكل أكثر من 95% لغاية 250 عامل. بنعرف إنها لما 50 عامل بتكون اسمها منشأة، فعم تحكي على 250، يعني هي نسبة من كبيرة. من خمس عمال إلى 250 أو 249 تعتبر والله منشأة متوسطة أو صغيرة أو متوسطة. فلهذا السبب هي تشكل النسبة الأكبر. الحقيقة احنا حتى عملنا معارض خارج الأردن الجمعية مشان نعرف المنتج الأردني. مؤخرا رحنا على رومانيا وعملنا معرض ونال الإعجاب الصحيح. ايش كانت يعني المنتوج الأردني اللي عرضتوه؟ كل الصناعات. زي ايش مثلا؟ ان المواد التنظيف، ان الصناعات الغذائية، تعرف الأردن كثير متقدم صناعات غذائية، ان التعبئة والتغليف، ان كل القطاعات، عندنا صناعة الأدوية متقدمة جدا بالأردن، عندنا صناعة الحجر، عندنا كل الصناعات متقدمة. احنا في الأردن في 10 قطاعات بالصناعات الأردنية. فالأردن قطع شوط. طبعا احنا يعني بجوز مش موضوع بحثنا، نتمنى على الحكومة التفاهم الأكثر، وعندنا ملاحظات كثيرة أكيد صحيح. في تحديات وفي بس أنتوا شاطرين بالقطاع الصناعات وبالقطاع الخاص بشكل عام، يعني بتتجاوزوا أمور كثيرة وبالتالي بيكون المنتج هو الأفضل. يعني إحنا أحيانا ما بنحس، بس أنا كمان حابة، يعني أنا بهمني، لو حكيت لحضرتك أنا بهمني نحط النقاط على الحروف صحيح. ونعطي كل صاحب حق حقه صحيح. ولا تبخسوا الأشياء. يعني بخسر، يعني احنا في السابق كنا مثلا يقول لك في دواء اجنبي وفي دواء اردني، هلا الدواء الاردني ارخص سعره واحنا بنعرف. كان المستهلك لا والله بدي الاجنبي، الان لا انا بشوف انه اختلف اختلف لانه طبعا زادت الثقه او كسبت صناعاتنا الاردنيه كسبت الثقه، يعني نتيجه الخبره، لانه احنا جربناها واختبرناها وبالتالي هي قدرت تكسب ثقتنا. يعني انا كسيده بحكي لك المنظفات كنت بحب الاجنبي مثلا طبعا. او العلامات التجاريه المعروفه، بس احيانا دفعت لتجريب الاشياء من منطلق انه والله بدي اشوف الاشي الوطني، وجدتيها انها على مستوى تنافس طبعا. ويمكن تكاد تكون يعني بمستوى اعلى وجودتها عاليه صحيح. هذا الـ يعني بالتالي اللي احنا بنسعى له، اللي احنا بدنا اياه، لانه انا غيوره على مصلحه انه صنع في الاردن. هذه الجمله انا بحب احترمها. يعني قديش انت بتكون سعيد لما تشوف منتج بترفع راسك فيه، وخاصة لما تكوني خارج الأردن. يعني لما تكوني خارج الأردن وتدخل المحلات وتشوفي هذا المنتج الأردني. والله في عنا صناعات أردنية. احنا 130 دولة، انت عارفة انه صادراتنا لأمريكا اكثر من مليار. مظبوط. وانت عارفة هاي الدول يعني ما بتستقبل الا الصناعات اللي على الاقل بتكون على مستوى جيد. على المفرزة في عندهم مظبوط. ما في شك. والأردن احنا عندنا جهات رقابيه ممتازه جدا. احنا في فتره زي ما تفضلتي كان يعني زي المثل اللي بيقول الفرنجي برنجي، يعني قضيه انه الاجنبي الافضل. لا صح. صحيح، مش دائما صحيح. هلا في تنافس بين كل عالم، ما هو معلش يعني كل شيء اخذ حقه، يعني لا جربنا واختبرنا وبالتالي قدرت يعني في صار وعي عند مواطننا وصار يعني هي الانتماء مش بس يعني الاقبال على الصناعه الاردنيه هو نوع من انواع الانتماء، لانه بالنهايه وين بدي اشغل ابني وابنك بكره احنا. هلا مش بس كمان هي قضية انتماء، هلا بدي اختلف مع حضرتك شوي، قضية انها كسبت ثقتنا، وهذا أكيد نقطة أكيد مهمة طبعا. احنا هاي نقطة يعني مهمة. انت مش راح تستخدم، هلا احنا جربناها من منطلق الانتماء، بعدين كسبت ثقتنا من منطلق انها ذات خبرة عالية. وبس ايش احنا بنتمنى انها يعني دائما اكثر، وهذا سعينا. نعم. كغرف صناعه، كجمعيات صناعيه، الشراكه اللي بنتمنى انها تتفعل اكثر واكثر مع الحكومه، لانه انت عارفه النجاح مشترك. ما بيجي يعني القطاع الخاص لحاله ما بكفي، الحكومه لحالها ما بتكفي، لابد من الشراكه الحقيقيه. في نقطه مهمه جدا انا لمستها خلال السنوات الماضيه، انا صلي حوالي
سبع ثمان سنين ناشط في العمل الصناعي اللي هو دور الإعلام. أنا يعني لاحظت كثير التغير اللي صار بالإعلام. الآن الإعلام غيور، والله أنا مرات بحس الإعلامي صناعي، يعني غيور. أنا بجوز بكل القضايا طبعا الوطنية، ولكن أنا بحكي من وجهة نظر الصناعي لأني متابع. عندنا الإعلام في تعاون كبير بيننا وبين العالم. شوف حضرتك هذا دليل على أنتوا لما سمعتوا بالمؤتمر طلبتونا نحكي على المؤتمر. صحيح. وعلى جمعية صناعة الصوت وكان في خجل عند الإعلام سابقا. أنا بذكر بدايات لقاءاتنا في الإعلام كان يقابلوا الصناعي أحيانا وكأنه نكرة، يعني بالهذا تلاقي انه مدير مصنع صاحب مصنع يخجله حتى من ذكر اسمه خوفا من انه هذا بيعمل دعايه لصناعته او الى اخره. اليوم الاعلام حتى في المعارض لما بيصوروا بيحطوا الاسماء التجاريه، ففي دور للاعلام وعلى راس التلفزيون الاردني الحقيقه اللي دائما يعني سباق في دعم صناعاتنا الأردني، لأنه معكوس وفوائد تقدم الصناعة هو معكوس على البلد. يعني ما في شك بالعمالة، بالعملة الصعبة اللي بتدخل على البلد من التصدير، دعم الخزينة. نعم يعني صحيح. يعني عندي أشكر حضرتك أنك نوهت أنه إحنا في الإعلام قد تكون هناك بعض التحفظات فيما يتعلق مع العمل مع جزيئات، لكن إحنا دائما إذا تحدثنا عن جامعات حكومية نشيد أيضا بجامعاتنا الخاصة. إذا تحدثنا عن مستشفيات وأطباء من القطاع الحكومي أيضا لا ننكر ونتجاهل أبدا، نؤيد ونرفع القبعة للمستشفيات الخاصة والقطاع الخاص في كل القطاعات على كل حال. نعم أنا بدي أنتقل مع حضرتك أو أرجعك لنقطة لما عرضته في رومانيا، كيف كانت ردة الفعل وإلى أي مدى كان في تعاون بعد هالمعرض لتعاون للمنتج الأردني بشكل؟ لا صحيح كان معرض ناجح. احنا تعاوننا مع غرف التجارة العفو والصناعة في رومانيا ووزارة الاقتصاد الروماني، كان الإقبال جيد من الناس وعملوا الشركات اللي شاركت بعضهم صفقات وما زال والآن استمرت في رومانيا. المنتج الأردني لقى إقبال كثير ممتاز في رومانيا. وأنا برجع بقول لك إنه إحنا بنصدر لأمريكا، وأمريكا بتعرف عندها القوانين وبالذات للغذائي. إحنا عندنا مصانع بالأردن بجوز أكثر من 50% من منتجه رايح لأمريكا وراح لدول أوروبا. إحنا عندنا الآن أيضا في شركات بتبيع في إنجلترا، والإنجليز معقدين جدا في موضوع المواصفات والمقاييس. احنا الاردن ما هو يعني هذا الحكي موجه الان للمواطن العادي بانه عندنا اجهزه الرقابه. ليش انا بقول اجهزه؟ هلا المصنع اكيد صاحب المصنع بده ينافس، لانه الانفتاح اللي حصل خلال ال 15 وال 20 سنه الماضيات رغم انه البعض تضمر منه انه يعني احنا مش قادرين ننافس العالم بهالشكل، والانفتاح ممكن يسيء في لحظه ولكن هو فائدته لقدام اكثر لانه اصبح خصوصا مع اتفاقيه التجاره الحره مع امريكا. احنا مش مع امريكا ومع في عندنا اتفاق التجاره الحره بين الدول العربيه. صحيح. وعندنا اتفاق مع تركيا رغم بعض التحفظات، ولكن الجانب الايجابي لهي الاتفاقيات بانه اجبر الصناعي بانه ينافس بالدول. مظبوط. صار والبقاء للافضل. البقاء للافضل والمنتج الافضل هو اللي راح ياخذ النصيب الاكبر، وبالتالي أظنك هاي كمان لصالح المواطن أو المستهلك. طبعاً ما في شك. بشكل عام وبالنهاية يعني حفزت الصناعي بأنه لما أحياناً الإغلاق بيسيء لجودة المنتج. مزبوط. لأنه هو بالنهاية المواطن بده يشتري الموجود. لكن لما يشوف على الرف كل المنتجات العالمية بما فيها الأردني حفز الصانع الأردني بأنه يطور منتجه، حتى في اللي كنا نشتكي منه زمان كمواطنين التغليف اللي هو التعبئة. مزبوط. شكل العبوات اليوم كثير الأردن طورت بهذا الموضوع. فالانفتاح اللي حصل، الوعي المجتمعنا، الإعلام اللي ساهموا فيه، هذا وصل المنتج الأردني بأنه اليوم زي ما تفضلت أنه على الأقل تجربه، وإذا جربتي وصار في ناس يطلبوا. وأنا مزبوط. وفي أشياء جذابة جدا، حتى أنا هيك أحيانا قلت لك وعلى كل حال ذكي جدا اللي يتعامل مع قضية فهم لعقلية المتسوق أو المستهلك. لابد. لأنه شوف أحيانا قرش واحد أنا كمستهلك لا بروح على اللي أقل بقرش. طبعا. هاي ذكاء أنا بعتبره. فأنت بتستقطب بطريقة إيجابية، بالإضافة أنك أنت لما بتجرب يا بترجع للمادة يا بترجع لهاش. على كل حال مؤتمركم غدا صباحا مؤتمر الساعة 9 الافتتاح. نعم صحيح. تحت. نعم. رعاية معالي وزيرة. نعم. الصناعة والتجارة،
ورغم انه مياه ولكن ليش اخترنا وزيرة الصناعة الصحيح؟ لانه هو يعني في من بيركز كثير على المياه العادمة من الصناعة وكيفية استغلالها. النقطة الثانية صحيح احنا بدنا يعني نتباهى قدام الاجانب الجايين انه احنا عندنا وزراء سيدات وعندنا تعرف رئيستكم رئيسة جمعيتكم سيدة مش هيك؟ مديرة الجمعية سيدة اللي هي ويحد اللي من خلالك اشكر رئيس الجمعية المهندس نضال سمعين حقيقة لنشاطه بس هي مديرة الجمعية ومديرة الجمعية من اروع الصحيح السيدات واعطت كثير لهي الجمعية وكل الزملاء في مجلس الإدارة بتعرف هذا عمل تطوعي بالنسبة لنا ولكن الحافز والنتائج كثير إيجابية لدرجة حفزتنا نعمل بهاي الروح. طبعا احنا جزء ايضا من غرفة صناعة عمان اللي هي دائما هي الداعمة لهي الجمعيات الصناعية والمحفزة. ايضا من خلالك اشكر اللي داعمين بكرة في المؤتمر اللي هي بنك الإسكان. اعذريني اني اشكرهم يعني لا انا بديش اعذرك هون هون نقطة دعاية بدها تصفي والله نشكر اللي دعموا احنا نشكر كل داعمينكم على كل حال غرف الصناعة وغرف التجارة نعم يعني أنا كمان بدي أشكر كل حدا بدعم كل جهة تدعم أي مؤتمر بده يفضي لقرارات صح. إيجابية أحيانا نشعر من حقنا نذكرهم صح. صح. زي البوتاس خلص بدك تشوف بكرة بتدعموا البوتاس بكرة على فكرة منتج وطني شكرا لحضرتك بنتمنى لكم إن شاء الله شكرا. كل مؤتمر وأنتم بخير وصناعاتنا شكرا. الأردنية صغيرة والمتوسطة دائما بخير ودائما نشوف هالليبل صنع في الأردن وننبسط وهيك بتعرف انت في عندنا حملة كبيرة بغرفة صناعة عمان صنع في الأردن صنع في الأردن احنا انا بدي اشكر الإعلام الحقيقة واشكر التلفزيون الأردني بالذات لدعمكم بدونكم احنا بنضل عدم مؤاخذة بالمثل زي البرقص بالعتمة اهلا وسهلا اهلا وسهلا وصباحك طيب يا رب اهلا وسهلا سلام عمرك